فيه وعاملين ايه والمشاكل اللي عندي زي ايه؟ زي الفرشة اللي كنا طبيعي لما فيه باطن فرشة. لأنهم طبيعين لبارة كده زي البريسلز أو باطن فرشة. قلنا ليه الشيء؟ قولي الشيء؟ الجلايكوكاتين والجلايكين الشيء؟ ليه طبعا كده مرة وبعدها عن بعضها؟ نتيجة استرامي كنيكتب شارك. قلنا من أهم مواصفات الجلايكوكاتين والجلايكين ودول طبعا يجيو الى الحياة يروح الى اليورونيك اسيد اللي موجود سواء كان جلوك يورونيك او ايديورونيك وكذلك الصالفات اللي موجودة فيه. فده بيديهم سترونج نيجاتيف تشارج وده من اهم مواصفاتهم اللي بتديهم كاركتر تؤدي الى فانكشن معين زي ما شرحنا قبل كده. المهم قلنا كمان ان البروتو بلاكانز دول بيمسكوا في الحياة اليورونيك اسيد ويعملوا مع بعض ايه البروتو بلاكان اجريجيت قلنا يعني حاجات بتجمعها مع بعض الاجريجيت او بروتوغلايكان والهايالورونيك اسيد يعني اللي هو ليه اجريكان اللي هو بروتوغلايكان وقلنا ده موجود في الكارتريج مهم جدا عشان الكومبريسيبيليتي بتاعها. المهم بقى هنقول كلمه صغيره مقارنه بين هذه البروتوغلايكان وبين مجموعه مهمه جدا اللي هم الجلايكوبروتين. الفرق بين كلمة بروتوغلايكان وجلايكوبروتين. الفرق مين الاسم الكامل لكل منهم؟ جلايكوبروتين الاسم الكامل لمين؟ للبروتين والبروتوغلايكان الاسم الكامل للجلايكان. إذا نتوقع يبقى عادة مين في كربوهيدرات أكثر؟ يبقى البروتوغلايكان. الكربوهيدرات في البروتوغلايكان 95% تقريبا أو أكثر حتى شوية. في حين ان البروتين يمثل الباقي حوالي 5% او اقل قليل. بالنسبه للجلايكوبروتينز بقى نسبه البروتين اعلى من 15 الى 99% والكربوهيدرات من 1 الى 85% الباقي. اوكي؟ في حاله البروتوغلايكان مين الكربوهيدرات اللي فيه جلايكوتامين وجلايكان اللي احنا شرحناها قبل كده اللي هم الانواع المختلفه اللي قلناها قبل كده. حتى الجلايكوبروتين مين الكربوهيدرات اللي موجود؟ بوليبوساكرايد ما لهمش اسم معين يعني. حتى البروتوغلايكان لهم اسم معين الكربوهيدرات اللي فيه اسمه جلايكوبروتين جلايكان وعارفين انواعهم. يعني في حاله الجلايكوبروتين يزيد عن بوليبوساكرايد اسمها غير صحي. تاني هنعمل مقارنه سريعه بين الجلايكوبروتين والجلايكان اللي هم الكربوهيدرات او بروتوغلايكان وبين الاوليغوساكرايد شينز بدور الجلايكوبروتين. طبعا الجلايكوبروتين بنعتبرهم اساسا بروتين بس الكربوهيدرات بتاعهم مهم جدا. لا يقل اهميه عنه يمكن حتى في كثير من الاحيان الكربوهيدرات بارت يمكن تبقى اهم من البروتين في بعض الاحيان. طيب ايه بقى المقارنه بين الاثنين؟ عدد الشوجر يونتس في الجلايكوبروتين والجلايكان زي ما قلنا اكثر من 50 وبتوصل الى الاف مثلا في حاله انما في طبعا في حاله الجلايكوبروتين الكربوهيدرات بتاعهم اللي هو اوليغوساكرايد شين ده بيكون رفيع عشان كده سميناه ايه؟ اوليغوساكرايد. ده يتراوح من 2 الى 15 شوجر. طيب في الجلايكوبروتين والجلايكان زي ما اتفقنا قبل كده في ريبيتنج دايساكرايد وعرفنا كل نوع منهم ايه حسب الايه؟ الجلايكوبروتين والجلايكان. فدول موجودين في الجلايكوبروتين والجلايكان دايما في ريبيتنج دايساكرايد. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين هم هم مكررين. إن في حالة الأولي متكررين بتوع الجلايكوبروتين لا مفيش ريبيتنج زي تكرار. شوجر يونتس مختلفة بس ما ماشي كيانات متكررة. أوكي؟ ده بالتعريف الأساسي للأوليغو لأن التعريف أوليغو يعني إيه؟ يعني إيه كلمة أوليغو معناها إيه؟ معناها فيو. والفيو المفروض تبقى 10 فقط. ده التعريف اللغوي. انما في حاله الاوليغوساكرايدين اللي موجودين في الجلايكوبروتين بتصل الى 15. اوكي؟ زي في حاله الاعتراض زي قلنا 10 وهنا قلنا 15. بس مش هنغير اسمهم. اوكي؟ هنعتبرهم برضه اوليغوساكرايدين. اوكي؟ طيب من ناحيه الجلايكوبروتين والجلايكان هل الشوجر يونت ساكتين في بعض ورا بعض ولا حصل لهم برانشنج؟ مفيش برانشنج ابدا نيفر نوت برانشنج. قلنا قبل كده ان مواصفاتهم ان هم
في دائما ايه امين الشجر ودريع الفينو ويورونيكا. طيب في بقى شجر اخرى برضو مختلفة في الاثنين، الفيكوز مثلا فاكرين ان هو الفيكوز ده كان ايه؟ الديوز الجلاكتوز كده 6-deoxy-L-galactose ده الفيكوز. الفيكوز ده مش موجود في الجلاكتوز اللي هو جلاكتوز بس ما هناش عنه، لكن موجود في الاوليغوساكرايد تشين اوف جلايكوبروتين. المانوز برضه مش موجود في الجلايكوزامين والجلايكانز، هو موجود في الاوليغوساكرايد تشين. الجلوكوز ما كانش موجود في الجلايكوزامين والجلايكانز، هو موجود في الاوليغوساكرايد تشين. في بقى اربع حاجات مشتركه هنا وهنا زي ايه؟ ان اسيتيل جلوكوزامين موجود هنا وهنا، ان اسيتيل جلاكتوزامين موجود هنا وهنا، جلاكتوز موجود هنا وهنا. طبعا الجلاكتوز موجود في نوع واحد بس من الجلاكوزامين والجلايكانز اللي هو الكالكان سلفيت، مش في كل ده موجود. اوكي سايلوز موجود هنا وهنا. حد يقول لي حد مستغرب على كده؟ انا قلت مقارنة على كده. ايوه سايلوز احنا بنسمع عنه في الايه؟ في الجلايكوزامين والجلايكانز. على هو موجود ازاي بقى؟ ازاي الجلايكوزامين والجلايكان بيمسك في البروتين؟ الزيلوز بيساعد على اتحاد الجلايكوزامين والجلايكان مع الكور بروتين. فاحنا ما قلناهوش ليه؟ لان هو واحد بس في كميه كبيره جدا من الشوجر يونت. قلنا 50 فاكثر مش كده؟ فهو واحد بس اللي هو بيساعد على الاتصال مع البروتين. فهو موجود صحيح بس بقله جدا طبعا. نسبته واطيه قوي. لا تزيد عن 2% الزيلوز. اوكي؟ اذا في اربع شجر مشتركين. ان اسيتيل جلوكوزامين، ان اسيتيل جلاكتوزامين، زيلوز وجلاكتوز، دول موجودين هنا وهنا. اوكي؟ وفي اربع شجر بقى مختلفين، موجودين في الاوليغوساكرايد تشين ومش موجودين في الجلايكوزامين والجلايكان اللي هو الان ايه ان ايه؟ ان اسيتيل نيورامينيك اسيد، الفيكوز، مالوز، اند جلوكوز. ده كده ملخص المقارنه بين الاوليغوساكرايد تشين اللي موجودين في الجلايكوز وبين الجلايكوزامين والجلايكان. اوكي عليه تاني، الزيلوز ده بقول بيساعد على اتحاد الجلايكوزامين والجلايكانز مع الكور بروتين، هو وصلة بين الاثنين. وصلة بين الاثنين. هو شوجر طبعا. هو ايه الزيلوز ده؟ نوع من ايه؟ بنتوز. الو بنتوز. زيلوز ده اذا الو بنتوز. ده بيساعد على اتحاد او هو الوصلة بين الجلايكوزامين والجلايكانز والكور بروتين. قلت لك دي حاجة مش مهمة قوي تعرف. بس انا بقولها ليه؟ لانك هتستغرب اذا ما سمعناش عنه في الجلايكوزامين والجلايكان، فازاي بتقول انه موجود؟ طيب يا ترى ايه امثله على جلايكوبروتين؟ هنا هناخد بالنا ان الجلايكوبروتين موصوفه بتفصيل اكثر في البروتين كاتشر. بس انا هقولها هنا بالمره ليه؟ لان الاوليغوساكرايد تشين يمكن بقول بتبقى في كثير من الاحيان اهم منه. مش دايما بس دي كثير من الاحيان. فانا هقولها هنا لما هي موجوده هناك عشان ما حدش يقول لي الله ده كلام مش موجود في الكتاب بتاع بس لا هو موجود. بس بدل موجود هنا مع الكربوهيدرات لا موجود في البروتين. ما ننساش الجلايكوبروتين مشتركه بين البروتين والكربوهيدرات. لان فيها بروتين بار وفيها كربوهيدرات بار. فالكلام اللي هقوله ما تقلوش ما هوش جاي. الجلايكوبروتين عموما في منهم نوعين، ان لينكد واو لينكد. ودي برضه بتكمل الصوره اللي قلناها قبل كده، ان الجلايكوزيتيك بوند بين الشوجر وبين اللي هيمسك فيه عشان يعمل جلايكوزايد ممكن تكون امينو جروب ان اتش 2 وممكن تبقى او اتش 2. لو الشوجر شبك في امينو جروب يبقى اسمه ايه؟ ان لينكد. ليه بنسميه ان لينكد؟ لانه ماسك مع النيتروجين بتاع امينو اسيد. مين الامينو اسيد اللي بيمسك فيه؟ اسمه اسبارجين، هنسمع عنه في البروتين كابستي بعد. اسبارجين ده يحتوي على ان اتش 2 والان اتش 2 دي هي اللي هيشبك فيها الشوجر يونت بتاع الكربوهيدرات بارت الاوليغوساكرايد تشين اوف الجلايكوبروتين. طريقة ثانية للشك ان انا امسك مع او اتش جروب بتاع واحد من ثلاثة امينو اسيد سيرين
او ثريونين او هيدروكسيلاسين، برضو كل دول هنسمع عنهم في البروتين كالسيوم. ها وما دام حاسبه في الشوكر مع او اتش يبقى اسمه اوليك، ما هيمسك مع الاكسجين كله بقى، لان انا هشيل الهيدروجين بتاع او اتش طبعا قصاد او اتش من الامير كاربون بتاع الشوكر ونشبك الاثنين في بعض. ها زي الاوليغو والبوليساكرايد اللي احنا قلناه، زي البوليساكرايد زي البوليساكرايد. اوكي طيب، دول النوعين الرئيسيين من الجلايكو بروتين. في بقى امثله هي ترى على جلايكو بروتين. Many of the plasma proteins are glyco proteins. يعني عدد كبير جدا من البلازما بروتين، يمكن الاكسبشن الواضح جدا هو الهيومن البيومن. طبعا سمعت عن البيومن ده واحد من الايه؟ من البلازما بروتين. ها؟ ده الوحيد في الهيومن بالذات حتى مش في الانيمال هو اللي ما شارك فيه كربوهيدرات ثلاثة. يعني ما هواش جلايكو بروتين. انما الالبيومن بتاع الاذر انيمال لا فيه كربوهيدرات ثلاثة. بقيه البلازما بروتينز معظمها فيها كربوهيدرات ثلاثة. زي ايه؟ زي الميونوجلوبين. ما هم دول موجودين في البلازما. ها؟ موجود في الدم عندنا. الميونوجلوبينز ار جلايكو بروتين. البروثرومبين والفايبرينوجين بتوع البلاز كلوتينج they are جلايكو بروتين. في بروتين بيشيل الحديد في الدم اسمه ترانسفيرين. واحد تاني ماسك فيه كفر اسمه السيريلو بلازمين. ها؟ دول برضه جلايكو بروتين. اوكي؟ واخيرا نوع اخير فيه كميه كبيره جدا من الكربوهيدرات اسمه اورودو بيوكايد، ده نوع من الالفا جلوبين. فواضح ان في كثير من البلازما بروتين، طبعا في امثله كتير غير كده، انما دول بعض الامثله من البلازما بروتينز تحتوي على كربوهيدرات راديكال وبالتالي تعمل ايه؟ جلايكو بروتين. Many enzymes are also glyco protein. They are blood clotting factors. كثير من blood clotting factors are glyco protein. الانزيم اللي موجودة هو lysosomes. خدوا lysosomes ولا لسه؟ lysosomes مليانة enzymes بتساعد على تكسير أجزاء من مكونات الخلية مش كده؟ breaking, hydrolyzing enzymes, enzymes الكسر. هذه الانزيمز معظمها glyco protein. الرايبونيوكليز اللي بيكسر ال RNA is a glyco protein. Alkaline phosphatase is a glycoprotein. Many enzymes are glycoprotein. البلازما ميمبرين بتاع الخلايا فيها طبعا في بروتين وكثير منهم جلايكوبروتين زي الجلايكوكيليز. سمعت عنه في الفيستولوجي زي ما قلت المره اللي فاتت. Many hormone receptors are glycoprotein. اوكي؟ البلاد جروب انتيجين اللي هم الانتيجين المسؤولين عن البلاد جروب. مين هم البلاد جروب؟ A و B و A B و O مش كده؟ دول نتيجة ايه البلاد جروبس دول؟ مكونين نتيجة ايه؟ ان في انتيجين موجودة على سطح الريد بلاد سيلز. ها؟ الانتيجين دول بنسميهم A و B و H. مفيش حاجة اسمها O انتيجين، بنسميه H انتيجين. ال H انتيجين ده المقابل للبلاد جروب O اللي احنا برضه لسه هنبص عليه حالا دلوقتي. في كمان حاجة اسمها Major Histocompatibility انتيجين. ها؟ ميجور هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس اختصارها ام اتش سي. الميجور هيستو كومباتيبيليتي كومبلكس ده مجموعه من الانتيجين موجوده على سطح الخلايا. زمان كنا بنسميهم اتش ال اي. جت منين اتش ال اي؟ هيومن لوكوسايت انتيجين. ليه؟ اول ما اكتشفوهم على اللوكوسايت. انما هل هم موجودين بس على اللوكوسايت؟ لا، موجودين على مين تيشن. دول مهمين جدا لان دول بيحددوا وات وي كول هيستو كومباتيبيليتي. ايه كلمه هيستو كومباتيبيليتي يعني؟ توافق فرنسي. يعني ايه توافق فرنسي؟ يعني لو جبت انا كليه من واحد وحطيتها في واحد تاني، هل جسمه هيفوق ولا لا؟ هيفوق. ليه؟ لان الانتيجين بتاع الخلايا بتاعتها مختلفه عن اللي موجوده عندي، فانا بعتبرها فورين تو مي. ما دام اعتبرها فورين هعمل لها ايه؟ ريجكشن. ريجكشن يعني هطردها، هتخلص منها. اوكي؟ وعشان كده الناس اللي بيعملوا نقل اعضاء لازم يعملوا ايه قبل نقل الاعضاء؟ يشوفوا موضوع الهيستو كومباتيبيليتي. ها؟ هل يا ترى ممكن الاقي اثنين اكزاكتلي ذا سيم ويز ريجاردز تو اتش الميجور هيستو كومباتيبيليتي انتيجين دول اتش ال انتيجين؟ لا، الا اذا كانوا ايدنتيكال توينز. ها؟ ممكن ايدنتيكال توينز بس. عارفين يعني ايه ايدنتيكال توينز؟ ها؟ اوكي، يعني الاثنين اصلهم
لان يكون في تهرب شديد في انتيجين لو مختلفه مستحيل نعمل ده ما ينفعش مهما اوكي. وفي انتيجين لا مقبول ليه يعني بياجة غريبه قوي انما ستيل لازم اعمل ايه بقى للشخص اللي هيحط اللي هديله الكليه بتاعت التاني لازم اديله حاجه تعمل له ايه النور سبريشن الاميونيتي بتاعته اقللها لو سبت للاميون سيستم العادي مش ممكن هيقبل كليه من شخص اخر مهما الا اذا كانوا زي ما قلنا كويس كويس اوكي. فالميجر ريسك كومباتيبلتي انجن دول فيهم كربوهيدرات راديكال يعتبر جلايكوبروتين اوكي. كمان الكربوهيدرات الموجوده على سطح الخلايا مهمه جدا فور سيل سيل انتراكشن. السيل بتعرف تعملها وتعرف انها من نفس النوع ويمسكوا ببعض عشان يعملوا تيشو معين نتيجه وجود الكربوهيدرات راديكال اللي موجوده على سطح الخلايا. كمان بعض الخلايا بتتفاعل مع الفيروس او البكتيريا بتسمح لفيروس معين انه يخش جواها زي ايه مثلا؟ سمعتوا مثلا عن الهيباتايتس مش كده؟ الهيباتايتس اللي هي بتاعت الكبد في منه انواع مش كده؟ الهيباتايتس A و B و C وفي غيرهم كمان انما كفايه نعرف دول. طيب الفيروس ده اشمعنى دخل الليفر سيل؟ ليه ما دخلش الكيني مثلا؟ ليه ما عملتش بيه؟ نفرايتس بدل ما يعمل هيباتايتس. نتيجة ان السيل عليها على سطحها ريسبتور وده اللي بيسمح للفيروس انه يخش جوه الخلايا. اوكي؟ طبعا الفيروس ده سوري الريسبتور ده مش معمول للفيروس انما بالصدفه ان الفيروس مكوناته تسمح له بالدخول نتيجه وجود هذا السيرفيس انتيجين اللي موجود على سطح الخلايا. برضه ماني هرمون الجلايكوبروتين زي ال اف اس اتش وال ال اتش وال تي اس اتش كل دول هرمونات هتدرسوهم بعدين وال اتش تي جي اف اس اتش يعني بوليك ستيمولينج هرمون ده اللي بينشط الجريديان بوليكولز تو جرو ان ذا اوفري. ال اتش لوتينايزنج هرمون بيعمل ماتوريشن للجريديان بوليكولز. تي اس اتش يعني ثايرويد ستيمولينج هرمون ده اللي بينشط الثايرويد جلاند تو سكريت هرمون. اتش تي جي اختصار لهيومن كاريونيك ونانوتروبين دول بيطلعوا من البلاسنتا مهمين جدا علشان المينتنس اوف بريجنسي ودول اللي بيعتمد عليهم في الواقع البريجنسي تيست. احنا بنعمل ازاي اختبار حمل؟ ان احنا نقيس الهيومن كوريومن ونادي دول نورمالي الليفل بتاعهم فيري لو اما يزيد معناها ان في حمل. اوكي؟ برضه ماني اوف ذا اكسترا سيلولار ماتريكس بروتينز كونكتد تيشو بروتينز are glycoproteins زي الكولاجين وزي الفايبرونكتين واللاملين والفايبرين كل دول هنسمع عنهم في البروتين كيمستري كل دول شارك فيهم كربوهيدرات. اخر نوع وهو مهم جدا الميوسينز. الميوسينز دول موجودين على سطح بعض الخلايا بتاعت الميوكاس ميمبرينز وكذلك سكريتد انتو ميوكاس سكريشن زي الصلايبة. الصلايبة اللي هي العكس مش كده تحتوي على ميوتنز. ليه طبعا الميوتنز دي فايدتها في الوعاء؟ تساعد على البلح. لان دول شبح الجلايكوز اللي بلايكان زي ما قلنا they are slippery بيزحلقوا. وبالتالي لهم lubricating function. انت لو تاكل في الاكل بتاعك لو ما ضغطوش كويس هتلاقي بلعه سهل ولا صعب؟ صعب جدا. مش كده ولا ايه؟ انما لو ما ضغطه كويس بلعه هيبقى سهل ليه؟ لانه هيختلط بالوعاء اللي هو يحتوي على الميوتنز. الميوسين دول جلايكوبروتينز بتساعد على البشر. اوكي؟ طيب اللي فاضل نقوله موضوع البلاد جروب انتيجنز اللي هم A و B و H. البلاد جروب انتيجنز لهم التركيبة دي. تبص كده عشان نفهمها كويس. الار دي تمثل ان اوليغوساكرايد فيها عدد ما من الشوجر مش مهم نعرف ايه وبتنتهي ببرانشنج زي ما قلنا قبل كده الجلايكوبروتينز ميبي ايه؟ ميبي برانش او ده البرانش اهو ان في هنا شوجر يونت حشو فيها ان اسيتيل جلوكوزامين هنا وان اسيتيل جلوكوزامين هنا يبقى في اثنين ان اسيتيل جلوكوزامين شاركين في الشوجر ده اللي هو اخر واحد في الاوليغوساكرايد شين اللي هي هتعمل لي في الاخر الجلوكوزامين. وبعدين كل ان اسيتيل جلوكوزامين هنشبك فيه جلاكتوز وشابك فيه فيكوز جلاكتوز وفيكوز وبعدين هنشبك فيه حاجه بتختلف بقى دي اللي هتختلف من بلاد جروب انتيجين الى الاخر. ف
فالسي تمثل الشوجر اللي هيحدد مين ده كبلاد جلوبال. برجعوا لي تاني الار دي تمثل ايه قلنا؟ الاوليغوساكرايد شين، وهيحصل لها برانشنج بعد كده. ها؟ بقينا اسيتيل جلوكوزامين وبعدين جالاكتون وفي كتر كل واحده وبعدين اكس هنا واكس هنا، وبقول دي اللي هتحدد في الاخر مين ده من البلاد جلوبال. طب الار دي الاوليغوساكرايد شين في الاخر شبكه في شبكه في البروتين، عشان كده بقول عليها ايه؟ جلايكوبروتين. انما ممكن كمان تبقى شبكه في ليبيد على السيل ميمبرين. ها؟ ممكن تبقى شبكه في ليبيد على السيل ميمبرين. يعني بلاد جلوبال مش شرط تبقى جلايكوبروتين، ممكن تبقى ايه كمان؟ جلايكوليبيد. ممكن تبقى جلايكوليبيد مش شرط تبقى جلايكوبروتين. طيب بقول بقى الشغل اللي شابك هنا هو اللي هيحدد مين هذا الاهل. لو شبكت هنا ان اسيتيل جلاكتوزامين وهنا كذلك ان اسيتيل جلاكتوزامين، يبقى ده على طول ايه؟ بلاد جروب ايه. ولو شبكت هنا جلاكتوز وهنا جلاكتوز يبقى ده بلاد جروب بي. طب لو ما شبكتش حاجه ده اللي يديني بلاد جروب او. بلاد جروب او يبقى مش هشبك فيه حاجه، يبقى كل ده موجود ما عدا الاكس غير موجوده. وده اللي بنسميه اتش انجن، ما بنسميهوش او انجن، بنسميه اتش انجن. التسميه الصحيحه مجازا، ممكن بعض الناس يسموه او انجن بس التسميه الصحيحه. التسميه السليمه اتش انجن. فالاتش انجن موجود اوكي، وممكن نعمله على فكره انتي بودز، يعني ممكن نصنع انتي بودز للبلاد جروب او. طبعا انا بعرف ازاي البلاد جروب، بعمل ايه؟ بحط انتي بودز للايدز. لو الار بي سيز اترسبت يبقى ايه؟ مش كده؟ لان الانتي بودز لما هتشبك على السيرفس انتيجنز هتعملها ايه؟ كلامبنج وترسب الريد بلاد سيلز. اوكي؟ فلو انا استعملت انتي ايه؟ يعني انتي بودز ضد الايه؟ يبقى بلاد جروب ايه؟ هو اللي هيترسب الريد سيلز بتوع بلاد جروب ايه؟ لو استعملت انتي بودز ضد البي يبقى مين يترسب؟ البي، مش كده؟ طيب لو بلاد جروب او يحصل ايه؟ مش حاجه تترسب لا بالاي ولا بالبي. فاحنا بنعرف الكو بطريقه غير مباشره ان مفيش حاجه اترسبت، يبقى نعتبره كو. انما لو كنت عاوز اتاكد لازم احضر انتي او واستعمله، ما حدش بيعمل كده عليا. انما دي ممكن استعمل انتي او ونرسب بيه بلاد جروب او. طب امال بلاد جروب اي بي بنعرفه ازاي؟ انه يترسب بالاي وبالبي. اللي يترسب بالاثنين يبقى ايه؟ يبقى عنده بلاد جروب A و B في نفس الوقت. اوكي؟ فهمنا البلاد جروبس بقى مختلفة في ايه؟ اونلي ان وان شوجر يونت، في كمية كبيرة جدا من الشوجر. ده يوريكم ازاي الكيمستري اوف ذا بودي از فيري امبورتنت. مجرد وان شوجر ديفرنت هيديني ديفرنت بروبرتيز. اوكي؟ لا ممكن الاثنين A او الاثنين B، يعني بعض الريد سيلز فيهم الاثنين A وبعضهم فيهم الاثنين B. اوكي؟ وممكن واحدة كده وواحدة كده. طب هو ده ريليتد ليه؟ ازاي يبقى عندي يا اما جلاكتوز يا اما ان اسيت الجلاكتوزامين او ما فيش؟ في جين معين بيحدد الكلام ده. والجين بيحدد الكلام ده ازاي؟ في الواقع الجين ده بيحدد انزايم. الانزايم هو اللي بيضيف هنا اهو يا اما يضيف جلاكتوز يا اما يضيف ان اسيت الجلاكتوزامين يا اما ما يضيفش حاجه لو ما الانزايم ده مش موجود. ها؟ يعني اللي ما عندوش الانزايم هيطلع بلاد جروب او. اللي عنده الانزيم بيضيف جلاكتوز يطلع لي بلاد جروب بي، اللي عنده الانزيم بيضيف ان اسيت الجلاكتوزامين يطلع لي بلاد جروب اي. مفهوم الكلام؟ ففي جين بيحدد انت ايده. فممكن يبقى عندك الجين بتاع الاي اللي هو بيضيف ايه؟ ان اسيت الجلاكتوزامين. ممكن يبقى عندك الجين بتاع البي، مش كده؟ طب ممكن يبقى عندك التو جينز؟ ازاي عادة انا عندي تو كروموسومز من كل نوع، مش كده ايه؟ فممكن كروموسوم يحمل الجين بتاع الـ A وكروموسوم اخر يحمل بتاع الـ B، وفي الحالة دي هبقى انا جروب A B، مش كده؟ لو عندي التو جينز لو عندي تو جينز بتوع الـ A هطلع بلاد جروب A، الاثنين جينز بتوع الـ B يبقى بلاد جروب B، واحد من ده وواحد من ده يبقى اطلع A B، لو الجين ده ان اكتف يبقى بلاد جروب O. اوكي؟ بلاد جروب او معناها الجين هنا ما بيديش الانزيم، لا اللي بيعمل الايه ولا اللي بيعمل الجين.
اوكي. هذا الكومباوند زي ايه؟ زي كربوهيدرات في الحالات اللي بتديك غلايكوليبيد، زي بروتين يبقى ليبوبروتين، زي فوسفيت يبقى فوسفوليبيد. ففي انواع الكومباوند ليبيدز او الكومبلكس ليبيدز، فيهم بالاضافه للفاتات والكحول حاجه ثانيه، كربوهيدرات فوسفيت بروتين ثاني. درايف يعني ايه درايف؟ درايف يعني يشتق، مش كده؟ كلمه درايف يعني يشتق، درايف ليبيد يعني مشتقات. يعني ايه مشتقات؟ يعني لو جبت انا سيلف ليبيد وكسرته يبقى النتيجة ايه؟ درايف ليبيد مشتق من السيلف ليبيد، مش كده؟ لو جبت كومباوند ليبيد وكسرته يبقى النتيجة ايه؟ درايف ليبيد. فدول مشتقات من النوعين الاولانيين. ها؟ هيدروليسيس كرولرز simple and compounded. يا ترى بس مشتقات by hydrolysis؟ لو ممكن احيانا ما يكونش مشتقات ولا حاجة، مجرد they are associated with lipid synthesis. يعني associated with يعني موجودين معاهم. ها؟ في بعض المركبات موجودة مع ال simple أو compounded lipids in nature، ولهم طبعا خصائص اللبيد انهم insoluble in water، soluble in non-polar solvents، وrelated to lipids in metabolism. فبنعتبرهم ليبيدز، ثم كمان هنعتبرهم درايف ليبيدز مشتقات من الليبيدز. اوكي؟ زي ايه؟ هنعرف زي الستيرويدز وزي الكاروتينويدز. دول ما هماش مشتقين ولا حاجه، ولكن موجودين مع الليبيدز ولهم نفس الخصائص. طيب نرجع تاني للسيمبل ليبيدز. السيمبل ليبيد عباره عن ايه؟ قلنا فاتي اسيد والكحول بس. اوكي؟ حسب الالكحول في نوعين من السيمبل ليبيدز. نوع اسمه نيوترال فاتس، ها، ونوع اسمه وايت فاتس. الفرق بينهم في النيوترال فاتس الالكوهول از جليسرول، وفي الوايت فاتس الالكوهول از ا هاير مونو هيدروكسي الكوهول. ده الوايت كويس. الكومباوند ده قلنا فيه فاتي اسيد والكحول، وحاجه كمان، الحاجه كمان دي قلنا ممكن تبقى فوسفيت يبقى فوسفوليبيد، كربوهيدرات يبقى جلايكوليبيد، بروتين تبقى ليبوبروتين. اوكي؟ ادي الكلاسيفيكيشن اوف. والكلاسيفيكيشن عموما من الحاجات المهمه جدا. ليه؟ لان كتير نسالكم وات ذا كيميكال نيتشر اوف كذا. يعني ايه كيميكال نيتشر؟ يعني حط في الكلاسيفيكيشن بتاعه. حطه في الكلاسيفيكيشن بتاعه. يعني مثلا لو قلت لك ايه الكيميكال نيتشر اوف هيالورونيك اسيد؟ تقول عليه جلايكوزامين، لايك ذات. اوكي؟ ايه الكيميكال نيتشر اوف سكروز؟ سكرايد. بالظبط كده. اوكي؟ ايه الكيميكال نيتشر اوف جلوكوز؟ افضل حاجه مونوسكرايد. ممكن تضيف تفصيل شويه اللي هو اكسوز او امبو اكسوز. اوكي؟ ادي مقصود بكلمه كيميكال نيتشر. فخدوا بالكم من الكلاسيفيكيشن لانها مهمه جدا في موضوع التعريف في الكيميكال نيتشر. طيب احنا اتفقنا ان الفاتي اسيد شيء رئيسي واساسي في الليبيد، وبالتالي هنبدا بدراسته باختصار وبعدين نقول تفصيل بعدين. وضع الفاتي اسيد. فاتي اسيد اولا they are monocarboxylic acids. يعني ايه monocarboxylic؟ يعني containing one carboxyl. يعني they are acids containing one carboxyl. They are monocarboxylic acids. اوكي؟ الجنرال فورمولا بتاعتهم are COOH. طبعا ال COOH هي ايه؟ الكربوكسيل. دي ممكن يحصل لها ionization الى ايه؟ COO negative وهيدروجين ايون positive، مش كده؟ اوكي، وعشان كده بقول عليها اسيد، لان بيحصل لها ايونيزيشن تديني هيدروجين ايون و COO كربوكسيليت ايون عليها نيجاتيف تشارج. اوكي؟ طب الار بقى دي يا ترى تمثل ايه في الفاتي اسيد؟ الار تمثل هيدروكربون تشين. يعني ايه هيدروكربون تشين؟ يعني مكونه من كربون عن هيدروجين. زي ايه؟ CH3 CH2 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 دي اسميها ايه؟ هيدروكربون تشين. طب يا ترى الهيدروكربون تشين دي بولر ولا نان بولر؟ ايه رايك؟ بولر ولا نان بولر هيدروكربون تشين؟ خد بالك يا CH3 CH2 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 نان بولر. ليه قلت عليها نان بولر؟ الكلام اللي قلناه في الاول في اول الفيزيكو كاميرا. ليه نان بولر؟ لأن الإلكترونيجاتيفيتي أوف هيدروجين أند كربون قريبين من بعض. أوكي؟ لأن الإلكترونيجاتيفيتي أوف هيدروجين أند كربون قريبين من بعض. وبالتالي اللينك البوند
بين الكربون والهيدروجين نوعها ايه؟ كوفيلنت طبعا، مش كده؟ اي نوع من الكوفيلنت؟ بولر ولا نان بولر؟ نان بولر. ما دام الالكترون نيجاتيفيتي قريبه يبقى اللينك بينهم نان بولر لينك. اوكي؟ عشان كده ال CH3 CH2 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 كل دول نان بولر. اوكي؟ ال CH3 CH2 من حاجه نوع بنسميها الكيل راديكال. ها؟ الكيل. الكيل يعني ايه؟ الكيل جايه من ايه يا ترى؟ فاكرين في الاورجانيك كيمستري خدنا حاجه اسمها الكينز. ايه هم الكينز؟ ها؟ اللي هو سي اتش 4 ميثين مش كده؟ ها؟ سي اتش 3 سي اتش 3 ايثين، سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 3 بروبين، كل دول الكينز مش كده؟ اي واحد من دول يشيل منه ان هيدروجين يبقى اسمه الكيل. الكيل معناها الكين شلنا منه هيدروجين. Okay. وده اللي موجود في الارض مش كده؟ عشان كده بقول ان الارض هي عباره عن الكيل هيدروكربون تشين، ودي ما ننساش انها نان بولر يعني هيدروفوبيك مش كده؟ لان اللينك زي ما قلنا بين الهيدروكربون نان بولر لانهم قريبين في الالكترونيجاتيفيتي، وبالتالي اللونج هيدروكربون تشين اللي موجوده هنا بتبقى نان بولر. طبعا الكربوكسيل جروب از اسيديك زي ما قلنا كمان من شويه، يعني الكربوكسيل جروب بحد ذاته تعتبر بولر وفي نفس الوقت بالتالي تعتبر هيدروفيلك. طب تفتكروا الفاتي اسيد على بعضه بالطريقه دي نعتبره بولر ولا نان بولر؟ الى حد كبير هو طبعا ديبيندز، الجواب شو بي ديبيندز. ديبيندز على ايه؟ على الارض طول تعطرها قد ايه؟ لو الارض صغيره قوي زي الاسيتيك اسيد يبقى بولر. انتوا استعملتوا الاسيتيك اسيد في المعمل؟ اه لسه مستعمل. حد يقول في المعمل ده عباره عن محلول، محلول مائي ها؟ في حاجه اسيتيك اسيد محلول مائي بنستعملها في البيت؟ فينيجر بالظبط، الخل. فينيجر اللي هو الخل عباره عن اسيتيك اسيد ده في ميه ها؟ نسبته حوالي 7%. انا بدوب اسيتيك اسيد في ميه بنسبه 7% تقريبا بيطلع للخل اللي انا بستعمله في البيت. اوكي؟ الفاتي اسيد ده بيدوب في الميه اسيتيك اسيد، لان في كم كربون بقى اسيتيك اسيد؟ اونلي 2 يعني عباره عن سي 3 سي او. يبقى هنا الهيدروكربون شيل صغيره ولا كبيره؟ صغيره خالص سي 3 بس ها؟ وجنبها كربوكسيل جروب اه ده بخمس بولر بيدوب في الميه. اوكي؟ انما عاده الارض زي ما هنشوف دلوقتي حالا عاده الارض دي بتبقى كبيره قوي فيري لونج. عاده 12 كربون فاكثر ها؟ لونج تشين، الارض عادة لونج تشين. عدد الكربون اتومز بتاعت الفاتي اسيد عادة، بقول عادة مش دايما، بتبقى التوتال نمبر اوف كربونز يعني 12 14 16 18. خدوا بالك وانا بستعمل اي نوع من الارقام زوجية، ايفن نمبر، ايفن يعني زوجي ها؟ طيب هما الفرد دي تبقى اسمها ايه؟ اود نمبر. اود او دي دي يعني عدد فردي، ايفن يعني عدد زوجي. فعادة عدد الكربون اتومز في الفاتي اسيد بيبقى عدد زوجي ايفن تشين. فاتي اسيد عادة ايفن تشين يعني عدد الكربون اتومز عنده عادة اتنين. ويا ترى الكلام ده ريليتد ليه؟ هنعرف بعدين في سنة ثانية ان شاء الله. ان الفاتي اسيد بيتصنع من اسيتيك اسيد، والاسيتيك اسيد فيه كام كربونة؟ اثنين. اما اشوف الاثنين مع بعض يبقوا ايه؟ اربعة، اثنين كمان بقوا ستة، ثمانية، 10، دايما بزود ايه؟ اتنين. هل معنى كده ان مفيش ابدا ماتشين لا فيه؟ يجوا ازاي نعرف عليه؟ اوكي؟ ده مبدئيا في معظم الاحيان الفاتي اسيد وكل اللي هندرسهم هنطبق عليهم هذا الكلام تقريبا فيهم عدد زوجي من الكربون اتومز. وعادة عدد الكربون 12 فاكثر، هل كده معنى كده ان مفيش اقل؟ في ما انا لسه قايل في اسيتيك اسيد مش كده؟ وفي بيتريك اسيد في اربعه لا في، انما انكمن ان باس موجودين بس نوت كومن ان باس. اوكي؟ كمان الفاتي اسيد بيبقوا ستريت تشين. يعني ايه ستريت تشين؟ ستريت يعني ايه؟ يعني مستقيم. ليه بقى؟ يعني ايه المقصود بكلمه ستريت تشين؟ يعني ان برانش، ما فيهمش برانشنج. يعني كل كاربون شابكين ورا بعض ورا بعض ورا بعض. اوكي؟ عاملين سلسله متواصله. طيب كده درسنا الفاتي اسيد، لسه هنقول تفصيلات عنه اكتر بعدين. انما مبدئيا عرفنا ان هو مونو كاربوكسيليك وانه فيه هيدروكربون تشين وانه عاده بيبقى طويل وعاده عدد
لان الجليسترول احد المكونات الهامه للفات انكلودنج نيوترال فات وانكلودنج فوسفوليبيدز كمان. الجليسترول از ا كالوريس اودرليس سويت ليكويد. الجليسترول في درجه الحراره العاديه بيبقى سائل وتيس كالوريس ملوش لون وملوش ريحه اودرليس. اسميسبل ويز ووتر. يعني ايه كلمه ميسبل ويز ووتر؟ يعني ميسبل يعني لا ميسبل مش معناها يعمل ميسبل خالص. لا ميسبل يعني يمتلك. كلمه ميسبل يعني يمتلك، يمتلك مع الماء. ليه قلنا عليه يمتلك؟ ليه ما نقولش عليه يذوب في الماء؟ صعب السؤال ده. واحد يقول عشان ليه؟ ايه رايكم؟ هو فين؟ علشان ما بيتفككش. لا لازم يتفكك ما دام هيدوب، لا لازم هيتفكك. لأن الإجابة سهلة أوي يا ولاد. لأنه سائل، لأنه ليكويد. ها؟ ما أقدرش أقول إن ليكويد بيدوب في ليكويد أو الليكويد يمتزج مع ليكويد. ده شيء لغوي. ها؟ ما أقولش الليكويد يمتزج مع ليكويد، ما أقولش عليه يدوب. إنما لو كان صالح كنا قلنا عليه صالح والليكويد. أوكي. نبص كده على الجليسترول عبارة عن ثلاثة كاربون. CH2OH CHOH CH2OH. شبه مين قلنا قبل كده ده؟ شبه الجليسرالدهايد. فعلا الجليسرالدهايد جه اسمه من الجليسرول. ازاي بقى؟ ايه الفرق بين الجليسرالدهايد؟ لو CH2OH اللي فوق دي عملناها CHO اصبح الناتج جليسرالدهايد. يبقى اكشولي الجليسرالدهايد از ذا الدهايد اوف جليسرول. والجليسرول از ايه اوف جليسرالدهايد؟ ذا الكحول، ذا شوجر الكحول. برافو. ذا شوجر الكحول اوف جليسرالدهايد. كمان دايهيدروكسي اسيتون من الثاني. لان لو شلنا الهيدروجينتين دول اللي في الوسط، الكربون اللي في الوسط دول بقى سي دوت بوند او اصبح ايه؟ دايهيدروكسي اسيتون. اوكي؟ فهو ده الكحول بتاع الدايهيدروكسي اسيتون والكحول بتاع الجليسرالدهايد. عظيم. يا ترى الجليسترول فيه اسيمتريك كاربونز ولا ما فيهوش؟ ما فيهوش. كويس. ليه ما فيهوش؟ نمرة كاربون كاربون نمرة واحد فيها 2 هيدروجين يبقى مش اسيمتريك. نمرة ثلاثة فيها 2 هيدروجين يبقى مش اسيمتريك. نمرة اثنين فيها H على ناحية فوق H على ناحية ولكن فيه فوق ايه؟ CH2OH وتحت CH2OH. إذا ما فيهوش ولا اسيمتريك كاربون. ها؟ إنما لما حقن منه ليبت هيصبح اسيمتريك ازاي؟ صعب السؤال ده. ها؟ هنشوف الكلام ده. لو أنا شبكت فوق هنا مركب الماء فادي أسيد الماء وشبكت تحت هنا أنذر فادي أسيد. ها؟ أصبحت الكربون اللي في الوسط إيه؟ اسيمتريك. هي في الجليسترول نفسه مفيش اسيمتريك. ازاي؟ انما لما بدات شبكت فوق حاجه مختلفه عن اللي تحت اصبح اللي فوق مختلف عن اللي تحت اصبحت الكربونه اللي في الوسط دي اسيمتريك. طب يا ترى المركب الناتج اللي هيطلع عندي هيبقى دي ولا ال؟ هيبقى ال جليسترول. ها؟ هيبقى ال جليسترول نفسه ما فيهوش دي وال خالص، ما فيهوش اسيمتريك خالص، بس لما نشبك حاجه فوق وتحت مختلفين هيبقى ال جليسترول. ده هيبان دلوقتي من الرسومات اللي هنعملها بعدين ان شاء الله. اوكي. طبعا ما ننساش ان ال CH2OH اللي فوق بنسميها ايه؟ برايمري الكحول. وكذلك ال CH2OH اللي تحت برضه اسمها ايه؟ برايمري الكحول. انما في الوسط اسمها ايه؟ سكندري الكحول. فاكرين ليه سميناهم كده؟ قلنا يعني ايه برايمري الكحول جروب؟ يعني الكحول كونكتد تو ايه؟ البرايمري كاربون اتوم. يعني ايه برايمري كاربون اتوم؟ يعني connected to only one other carbon atom. الكربون اللي فوق دي شبكه مع كام كربون اتوم؟ واحده بس. يبقى اسمها primary carbon ويبقى الكربون اللي فوق دي primary carbon ويبقى الالكول primary carbon. نفس الشيء الطبقه اللي تحت. انما اللي في الوسط شبكه بكام كربون؟ اثنين في اللي فوق وفي اللي تحت. يبقى الكربون اللي في الوسط اسمها ايه؟ secondary carbon. secondary carbon يعني شبكه بكربونتين. اللي فوق واللي تحت. وبالتالي الالكول بتاعها تبقى سكندري الكول. اوكي ادي الجليسترول بتاعنا. طب يا ترى هنشبك فيه فادي اسيد ازاي؟ نبص كده مع بعض. بعد
بعدين بعدين السؤال بتاعه خلينا نخلص الحته دي الاول. ادي فاتي اسيد اهو، ده كان ار سي او اتش، وهنا دي كانت ايه في الجليسرول سي 2 او اتش، مش كده؟ هنشيل ايه اذا من الجليسرول هيدروجين، ونشيل ايه من الكربوكسيل جروب او اتش، ونشبك الاثنين مع بعض. خلاص؟ تبقى اللي بوند بينهم اسمها ايه؟ استر، مظبوط صح؟ مش اسيد والكور، تبقى استر. مظبوط كده؟ دي تبقى اسمها استر بوند. يبقى هنعمل استريفيكيشن اوف ذا فاتي اسيد مع الالكول جروب بتاع الجليسرول، والناتج يبقى اسيد. كويس. ال R1CO اللي هو فاتي اسيد شلنا منه ايه قلنا؟ شلنا له ايه؟ مظبوط. ده له اسم يا ترى في الكالسيوم؟ ايوه اسمه اسيل رادين. اسيل A C Y L. ها؟ اسيل رادين. اسيل راديكال معناها ايه تاني؟ يعني فاتي اسيد او بلاش فاتي اسيد كربوكسيل جروب عملنا منها راديكال. ها؟ الفاتي اسيد بتاعي الكربوكسيل جروب بتاعه عملنا منها راديكال، يعني شلنا منها او اتش، اللي فاضل منها هيبقى اسمه اسيل راديكال. طيب يبقى الناتج بتاعي هنا ايه بقى؟ بقيه الفاتي اسيد اللي هو اسيل راديكال شبك مع مين؟ مع الجليسرول. يبقى ده نسميه ايه بقى؟ اسيل جليسرول. وفي كام اسيل شابكين؟ واحد، يبقى مونو اسيل جليسرول. اوكي؟ كان ممكن نعمل نفس الشيء بدل ما مع الكربونه نمره واحد مع الكربونه نمره اثنين، يعني نجيب انذر فاتي اسيد ونشبكه مع الكربونه نمره اثنين. يبقى الناتج بتاعي برضه ايه؟ مونو اسيل جليسرول. طب هل ممكن نفرق في التسمية بين الأولاني والثاني؟ لازم نفرق حسب مين الكربون اللي شارك فيها الأسيل راديكال. تاني يعني إيه أسيل؟ يعني كربوكسيليك أسيد ماينس إيه؟ أو إتش. كربوكسيل ماينس أو إتش يبقى اسمه أسيل. ها؟ أسيل ده اسم عام. طب لو كان فاتي أسيد معين أديله اسم خاص طبعا. يعني لو كان ده أسيتيك أسيد تفتكروا الأسيل بتاعه يبقى اسمه إيه؟ اسيتل او اسيتل، اسيتل او اسيتل لو ينفع، ها اسميه اسيتل راديكال او اسيتل راديكال. اوكي، لو كان بالميتيك اسيد زي ما هنشوف بعد كده يبقى نسميه بالميتيك راديكال. اوكي، فاسم الاسيل يعتمد على نوع الفاتي اسيد. ها، انما كلمه اسيل كلمه عامه تنطبق على اي فاتي اسيد ما تفرقش. اوكي، فانا ما حددتش انا الفاتي اسيد فسميته مونو اسيد جليسرول لانه عباره عن اسيد زائد جليسرول. شبكت في نمره واحد يبقى 1 مونو اسيد جليسرول، شبكت في نمره 2 يبقى 2 مونو اسيد جليسرول. فالتو هنا دلاله على ايه بقى؟ على الكربونه بتاعت الجليسرول اللي شابك فيها الاسيد. اوكي؟ طب هل ممكن اشبك اثنين اسيد راديكال في الجليسرول؟ اي ممكن اثنين، ممكن ثلاثه كمان. طب اثنين هشبكهم ازاي؟ يا اما مع نمره واحد ونمره ثلاثه، يا اما مع لو شبكت مع واحد وثلاثة يبقى اسمه 1 3 داي اسيل جليسرول. لو شبكت مع واحد واثنين يبقى 1 2 داي اسيل جليسرول. وطبعا لو شبكت مع الثلاثة يبقى اسمه ايه؟ تراي اسيل جليسرول. ها؟ فالمونو أو الداي أو التراي دلالة على إيه؟ على الأسيل راديكالز، عدد الفاتي أسيدز اللي مسكوا فيها الجليسرول. أوكي؟ والأرقام بتدلني هم شابكين فين؟ واحد يبقى شبك في نمره واحد، اثنين شبك في اثنين، واحد وثلاثه يبقى شبك في واحد وثلاثه، يبقى ده ضايع طبعا. واحد واثنين يبقى شبك في واحد واثنين، يبقى برضه ده ضايع في الجليسترول، ولو شبك في الثلاثه هنقول تراي اسيل جليسترول. طبعا ما فيش داعي نقول واحد اثنين ثلاثه، لان خلاص ما هم شبك ثلاثه. اوكي؟ التراي اسيل جليسترول بقى هو ده اللي سميناه نيوترال فات كلاسيفيكيشن بتاعنا. فاكرين قسمنا الليبيدز الى ايه؟ دايما تفتكروا كلاسيفيكيشن يا ولاد. سيمبل كومباوند او كومبلكس ترايب. السيمبل كانوا نوعين، نوع في جليسرول ونوع في هاير الكول. اللي في جليسرول هو النيوترال فات، هو ده النيوترال فات. التراي اسيل جليسرول، ها ساعات نختصرها الى تي اي جي، تراي اسيل جليسرول، تي اي جي هو النيوترال فات. هو احد انواع الايه؟ السيمبل ليبيد. ده احد انواع السيمبل ليبيد. بالمناسبة ده موجود فين يا ترى تراي اسيل جليسرول ده؟ موجود في الزيت وفي السمن، ها؟ وفي الأديبوز تيشو. خدتوا الأديبوز تيشو ولا لسه ما سمعتوش عنه؟ النسيج الدهني.
يبقى خدوا بالكم لو استعملت الدلتا نمبرينج الكربوكسل بتبقى نمره واحد، واللي بعديها اثنين، واللي بعديها ثلاثه، اند سو فورث لغايه الاخر. انما لو استعملت الجليك لاترينج بنبتدي برضه من الكربوكسل بس ما بنديهاش حرف. ها؟ اول كربونه بعديها هي اسمها الفا، واللي بعديها بيتا، واللي بعديها جاما، واللي بعديها دلتا، واللي بعديها ابسيلون. كل دي ايه قلنا؟ جريك لاتر. جريك لاتر. اوكي؟ يبقى نمرة اثنين هي الألف، نمرة ثلاثة هي البيتا، نمرة أربعة هي الجاما، أند سو فورث. كويس، هنا السي نمبرينج قلنا بيبدأ منين؟ من الكربوكسيل. في نوع ثاني من النمبرينج اسمه أوميجا نمبرينج. ها؟ أوميجا نمبرينج بيبدأ من إيه؟ من آخر كربونة في الفاتي أسيد، ودايما آخر كربونة بتبقى إيه؟ سي إتش 3. دايما آخر كربونة سي إتش 3. فلو ابتدينا نعدل من عندها يبقى ده اسمه ايه؟ اوميجا نمبر. ليه يا ترى؟ لان الاوميجا دي هي ايه؟ اخر حرف في الجريك لاتين. اخر حرف هي الاوميجا. ها؟ خدوا بالكم الاوميجا دي حتى شكل الساعه الاوميجا مكتوب عليها ايه؟ هل مكتوب نفس الطريقه دي؟ الاوميجا دي عامله زي الدبل مش كده بس معقول كده مش حلو. ها؟ هل الساعه الاوميجا ما عندها نفس الرسمه دي؟ لا. امال معموله ازاي الرسمه الثانيه؟ كده كده كده. طب ولا ازاي دي سميتها اوميجا ودي سميتها اوميجا؟ دول ايه؟ كابيتال ليتر وسمول ليتر. دول كابيتال وسمول ليتر. خد بالك من الفا بيتا جاما، دول سمول ليتر. طبعا لهم كابيتال ليتر مش هنستعملها. ها؟ الاوميجا دي برضه سمول ليتر، وده قلنا اخر ليتر في الجريك ليترز، فاول واحده من النهايه بنسميها اوميجا 1، اللي وراها اوميجا 2، اللي وراها اوميجا 3، طول ما احنا ماشيين في رايت. اوكي؟ ادي مثال عندي فادي اسيد اسمه فالميتوليك اسيد. الفالميتوليك اسيد ده عباره عن ايه؟ فادي اسيد فيه 16 كربون، ها؟ وفي دبل بوند. الدبل بوند دي بين كام وكام بقى؟ اما عد من الكربوكسيل جروب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بين 9 و10. ها؟ فاذا الفالميتوليك اسيد ممكن اسميه دلتا، خد بالك ده حرف دلتا. بس ده الكابيتال ليتر بقى. ها؟ الدلتا كابيتال ليتر بنستعمله ليه يا ترى؟ عشان نوري مكان الدبل بوند. خد بالك في دلتا الصغيره دي بتوري نمره الكربون اتوم، الحرف اللي بديه للكربون اتوم. ده الدلتا الصغيره، ده الكابيتال ليتر دلتا عامل زي المثلث. اوكي؟ الدلتا الصغيره السمول ليتر دلتا عامل زي دي بس معقول كده شويه. اوكي؟ انما الكابيتال ليتر دلتا في الجريك هو المثلث. فالدلتا بنستعملها تدينوت ايه؟ عشان توريني مكان الدبل بوند. فالفالميتوليك اسيد هسميه دلتا 9. دلتا 9 معناها ايه بقى؟ معناها ان في دبل بوند بين ايه وايه بقى؟ بين 9 و10. يعني انا بدي الرقم الصغير فيه مش كده؟ لما قلت دلتا 9 يعني في دبل بوند بين 9 و10. اوكي؟ لو عدت من الناحيه الثانيه هلاقي دبل بوند بين 7 و8. ليه؟ لان قلنا التوتال 16 مش كده ولا ايه؟ فدول اوميجا 1 2 3 4 دي اوميجا 7 مش كده؟ والدبل بوند هنا بين 7 و8 فاذا هسميه اوميجا 7. يبقى الفاميتو كليك اسيد ممكن اسميه دلتا 9 او اسميه اوميجا 7، ده بيحدد مكان الدبل بوند. اوكي؟ نعم. يا ابني الدلتا اللي فوق الكابيتال معناها مكان الدبل بوند. بس دي يعني بنستعملها تو دينوت تو انديكيت ذا بوزيشن اوف ذا دبل بوند. الناحيه الثانيه انا بقول رقم الكارب، ها؟ بقول رقم الكارب، رقم الكارب اوميجا 7. ده رقم الكارب. لا لا، رقم الكارب اوميجا 7. انما احنا برضه هنا بنحدد بيها مكان الدبل بوند. اوكي؟ طيب الفاتي اسيد بنقسمهم الى ساتوريتد وان ساتوريتد. احنا حتى مثال هنا على ساتوريتد لسه هنشوفها في امثله ثانيه كتير. انما هنبدا الاول بالساتوريتد. مين اهم ساتوريتد فاتي اسيد؟ اثنين، فالميتيك اسيد وستيريك. في الواقع الفالميتيك اسيد هو الموست كومن. ها؟ الفالميتيك اسيد يا ترى فيه كام كربون اتوم؟ فيه 16. والستيريك اسيد فيه كام؟ 18. اوكي؟ ما ننساش الفاتي اسيد ما دام ساتوريتد يبقى فيه في اخره من ناحيه كربوكسيل جروب ومن ناحيه ثانيه مثل جروب سي اتش 3 وفي الوسط عدد ما من الايه؟ من الميثيلين جروب اللي هي سي اتش 2.
H2 اسمها ايه؟ ميثيلين. ها؟ CH3 اسمها ايه؟ ميثيل. انما CH2 اسمها ميثيلين. فانا عندي عدد من الميثيلين جروبس في الوسط، وكربوكسيل جروب على ناحيه، عدد بنرسمها على اليمين، وميثيل جروب على الناحيه الثانيه. الفورميليك اسيد قلنا فيه كام كربونه؟ 16. يبقى فيه كربوكسيل وميثيل، يبقى فاضل كام بقى؟ 14. يبقى عندي 14 CH2. السيارك فيه 18. واضح ان العدد زوجي وكبير. ها؟ في كربوكسيل جروب على ناحيه، ميثيل جروب على ناحيه، و16 ميثيلين جروب في الوسط. يبقى التوتال 18. دول اهم اثنين. هنشوف في نوع معين من الليبيد، نوع من الجلايكوليبيد في الواقع، يحتوي على فاتي اسيد، يحتوي على 24 كربون اتوم. يبقى في كام سي اتش 2 بقى؟ 22. وكربوكسيل ومثل، يبقى التوتال 24. وده اسمه ليجلوسيريكات. ده في نوع من الجلايكوليبيد هنسمع عنه يحتوي على ليجلوسيريكات. طيب هل مفيش غير دول في الفاتس الاكيد؟ الاسيتيك اسيد تفتكروا كامن الفاتس ولا ان كامن؟ انا قلت قاعده من شويه، قلت عاده الفاتي اسيد هو ايه؟ لونج شين. فاذا الاسيتيك ده شورت ولا لونج؟ ده شورت. يبقى ده ان كامن فاتس. هل معنى كده انه مستحيل انه موجود؟ لا ده موجود، بس لو كان دقيق تاني. البيتريك اسيد كذلك قليل جدا في الوجود، ليه؟ لان ما فيهوش غير اربعه كربون اتوم. إذا ده شورت شيء، ها؟ اتس انكمن. يا ترى موجود في إيه من الفاس؟ هل اسمه يدل على حاجة؟ أيوه موجود في الفرق بالظبط كده، وفي الفرق من هنا جت كلمة بيوتريك. بيوتريك لأنه موجود في الفرق. هل موجود بكثرة ولا بقلة؟ لا بقلة، يعني يمكن ما لا يزيد عن 10% من الفاتي أسيد بتوع الفرق عبارة عن بيوتريك. يعني موجود بقلة في الفرق. اوكي التفاوت اللي فيه 6 كربون هيهمني في البروتين، ما يهمنيش انا في الفاتس، وبقيه الانواع ما تهمنيش قوي. لازم اللي تعرفوهم فالميتيك والستيريك، والى حد ما الليكوسيريك، الاسيتيك والبيوتيريك برضه لازم نعرفهم، انما هم ان كومن. ونكمل المره الجايه.